هذا الثلاثي الذي لعب مباراة الذهاب. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الكاميروني اليوم من يوم وانطلق من اسلام سليماني على الجهة اليمنى في أول كرة توزيعة من اسلام. أوبا بابا جول 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 جول. يا له من سيناريو ويا له من بداية في الثانية 38. ياسين إبراهيم يفتح مجرى التسجيل، هدف السادس مع المنتخب. بالله عليكم هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل صفر للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين وأولى أهداف المباريات المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه إسلام خلف المدافعين، التوزيعة من إسلام أرضية زاحفة رائعة. ياسين لا يفوت ولا يفوت. السانحة بالنسبة إلي فوزي ولم يستعد، فوزي ولم يتقدم، فوزي ولم يسدد. جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيا أعرف ماذا سأفعل، موجود عيسى مندي وموجود بالقروي في القائمة الثانية وموجود إسلام وموجود الكرة في القائمة الأول والتغطية الدفاعية رجعت لفوزي. فوزي يبحث عن ياسين، ياسين وصلت الكرة طلبها فوزي، وصل ياسين محتفظ بالكرة، ياسين ياسين يبحث عن الخطأ مرة أخرى، ياسين ياسين وصل لغلام كرة صعبة للمنتخب الجزائري، فوزي غلام لمحرز جول 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 جول. عالم يا رياض، عالم يا رياض، جول. ثالث أهداف المنتخب الجزائري، أهداف عالمية، ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ مراوغة عالمية من ياسين وانطلق فوزي غلام حتى على طبق لرياض. بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها. الهدف التاسع عشر مع منتخب الجزائر أمام الحارس مانولا في الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. إسلام يتقدم، إسلام يسدد، إسلام جول 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 جول. بالأربعة يضرب منتخب الجزائر، إسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة. سجودا لله وشكرا له على هذا الأداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. إسلام سليماني يسجل مثلما سجل كذلك ياسين إبراهيمي، وسجل المنتخب الجزائري بفضل فوز غلام. الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى. 4-0 لمنتخب الجزائر أمام تنزانيا. لازم ترجعوا لزمان لكي نجد فوز عريض بهذا الشكل لحد الآن بالرباعية، والأمر لم ينتهي بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري. 4 ليضيف الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. فوزي يستعيد، فوزي بقوة جول، فوزي بقوة جول. الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة، 5 في عيون الحساد بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يبهرنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، ويستعيد ثقته في نفسه، ويعيد ثقته أيضا في عشاقه وجماهيره الذين استمتعوا اليوم بهذه الخماسية. ضربتا جزاء وثلاث أهداف في منتهى الروعة عند المباراة. صارت النتيجة 5-0. فوزي بيسرى يحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مانولا. 6-5-0 صارت النتيجة. أكيد ستصل الستة، 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. ما زال محافظ على تناسقه وانسجامه المنتخب الجزائري. تعلن عن هدف التأهل إلى الدور الثالث، يعني هم فايزين 5-0، إصرار لهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 جول. مجاني يسجل الثالث
له في مشواره. مجاني يسدد السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس، تنويع في الأجلون بالأقدام يسجلون. مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس، الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. ثلاثة في الشوط الأول وثلاثة في الشوط الثاني، بالبراعة والرزانة والهدوء يسجل مجاني. باب مفتوح لكل شيء. رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثانية بالراس. جول 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 جول. إسلام سليماني يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح خامس هداف في تاريخ كرة وهران. اتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا في ملعب 19 جوان بوهران. نعم، هذا هو الهدف السابع من إمضاء إسلام سليماني بالرأس، متفوقا على دفاع واقف يتفرج على إسلام وهو يرتقي.